اهلا بكم مشاهدينا وحلقه جديده من مش بالكلام. في ظل وباء بيجتاح العالم بقى ليه تاثير مش بس سياسي واقتصادي واجتماعي، لا كمان ابتدى يحرك ويكون في تاثيرات ايجابيه وسلبيه على كل الاقتصادات العالميه. احنا النهارده في مجلس الاعمال المصري الكندي بيستضيف وزيره التجاره والصناعه، بكل تاكيد ان ملف مهم جدا زي ملف كورونا واللي بيحصل في العالم وتاثيره على الاقتصاد هيكون محور مهم للحديث مع الوزيره. هل احنا هنستفيد من هذه الاجتياحات اللي بتحصل في العالم؟ اقتصاد امريكا، اقتصاد الصين، هيأثر علينا الحروب اللي بتحصل؟ ده اللي هنعرفه النهارده من الدكتور معتز رسلان رئيس مجلس الاعمال المصري الكندي واللي بيدير هذه الجلسه مع وزيره التجاره والصناعه الدكتوره نيفين جامع. اهلا بحضرتك معانا. اهلا بيك يا مان. وباء زي كورونا هل اثر على اجنده العالم الاقتصاديه؟ هل احنا النهارده هيكون ملف مهم للحوار مع وزيره التجاره والصناعه مجتمع رجال الاعمال الصناعه في مصر عندهم قلق؟ والله حضرتك مش هيؤثر، ده هو قلب الموازين بالكامل. يعني احنا لما اخذنا موعد مع سياده الوزيره عشان هذا اللقاء كنا هنتكلم على الملفات اللي ناويه تفتحها الوزيره بالنسبه لتنميه التنميه الصناعيه، بالنسبه للصناعات الصغيره والمتوسطه، كان عندنا حقيقه ملف كبير كنا هنناقشه. انما بعد الاحداث الاخيره المتلاحقه وانه منظمه الصحه العالميه اعلنت انه حاله الوباء، العمليه كلها اختلفت بالكامل. دلوقتي احنا النهارده بنواجه مشكله مختلفه بالكامل. يعني احنا من شهر مثلا كانت مشكلتنا انه الصين مقفوله وكل الصناعات التكميليه اللي احنا بنستخدمها هنا في مصر تقريبا تعطلت. انما النهارده المشكله بقت اكبر بكده بكتير. احنا النهارده انا لا اقدر لا اصدر ولا اقدر استورد، العمليه كلها يعني بقت تقريبا توقف شبه تام. هل الاقتصاد استشعر الوباء بشكل سريع اكتر من المجتمع العادي او المواطنين العاديين؟ يعني النهارده كان لفترات طويله احنا بنتكلم على ان الوباء مش موجود في مصر او لسه ما تاثرناش بيه بالشكل الكافي، هل الاقتصاد استشعر ده مبكرا؟ الاقتصاد والصناعه مرتبطه بالاشخاص المدنيين زي حضرتك بتتكلم عنه. اديكي مثل حضرتك، يعني احنا عندنا مثلا اذا مصنع النهارده لقيت فيه حاله من الحالات بيقفلوا المصنع، بيحصل كارانتين كامل على المصنع، ده توقف في الانتاج. فانت ما تعرفيش انت كام حاله من الحالات دي هتبقى موجوده في المصانع المختلفه الموجوده في مصر. فعشان كده بقول لحضرتك العمليه بقت زي ما بيقولوا بالانجليزي unpredictable، يعني لا يمكن التنبؤ بها ولاي درجه هتؤدي. هل يمكن الاستفاده منها زي ما بيقول البعض ان كل محنه دايما بيبقى فيها منحه او بيبقى فيها فرصه؟ والله حضرتك انا مع حضرتك في الحته دي، احنا بس لازم الاول حاجه ان احنا نعدي المرحله زي ما بيقولوا مرحله الذروه بتاعه الحالات. تبقى اقلها الحالات زي الصين، النهارده الحاله في الصين فلات، حاجه اسمها فلات. يعني المؤشر بتاع الانفكشنز او العدوى ما هوش بالزياد ولكن بقى منتظم. اذا وصلنا للحاله دي ان شاء الله، وانا متوقع ان هنوصلها باذن الله، العالم كله هيوصلها. يعني العمليه دي يمكن تستمر فتره طويله، يمكن شهر اتنين ثلاثه، بس اكيد لازم هنقدر نقضي عليها. المهم ان احنا نقدر نأدي حركة ان احنا نقلل عدد الخساره اللي احنا ممكن يعني تجينا في خلال هذه الفتره. ايه اللي بيحصل في العالم اقتصاديا والمفترض ان يكون في نفس الاجراءات تحصل على مستوى الصناعه المصريه؟ بمعنى ان النهارده حضرتك قلت لو في مصنع تم اكتشاف فيه حاله المصنع هيتم اغلاقه. في الدول المتقدمه بيتم تعويض المصنع او بيكون في اجراءات من اداره هذه المصانع. هل النهارده هيكون في مطالب للمجتمع الصناعي من وزيره التجاره والصناعه لمواجهة هذه الأزمة تضامنا مع الصناعة المصرية؟ ما لا شك فيه، يعني هي الدول العالم كلها بتساعد الصناعات المتضررة سواء كانت صناعات فندقية، سياحية، أغذية. بيحصل إيه في الخارج؟ هل في إجراءات تمت مع المتضررين؟ حضرتك لسه ما فيش إجراءات تمت لأنه العملية لسه إحنا الإعلان أصلا. أنت إمتى بتبتدي تقولي أنا هعوض؟ لما منظمة الصحة العالمية تعلن إنه حالة وباء. حالة وباء يعني حالة فورس ماجور، يعني أنت خلاص المنظمه الصحيه العالميه اعلنت انه عندنا وباء، فانا في الحته في الوقت ده ببتدي اخد اجراءات بشوف مين المصانع اللي اتضررت، ايه الاوتيلات، الفنادق. كانت الحكومات مثلا الفرنسويه والنمساويه كانت اعلنت انه المنشات السياحيه اللي اتضررت من هذه
الوباء هيتم تعويضها، انما لسه ما وصلناش للمصانع والصناعات. دي المرحله الاخرى، المرحله الملاحقه. ازاي؟ فاول صناعه تضررت في الوقت الحاضر كانت هي السياحه والفنادق، ثم قالها بقى مكه كله، الفندقه والضيافه والكلام ده كله، وان شاء الله تبقى اخر حاجه تبقى العمليه الصناعيه، وان شاء الله ما يكونش اثرها بهذه القوه على مصر. يمكن احنا في مصر ما كناش حاسين ان الوباء منتشر نتيجه ان ما كانش في اعلان عن حالات فعليه، بس تقريبا احنا من ايام الحياه بتتوقف، يعني لاول مره نشوف الشوارع في مصر فاضيه، نشوف المصانع مش شغاله، نشوف ان في اجازات في المدارس، نشوف ان الفنادق عندها مشاكل. بس في ظل كل ده ما بيحصل، في اجتماع لمجلس الاعمال المصري الكندي مع وزيره التجاره والصناعه، هل حضراتكم شايفين ان الموضوع مش بالخطوره اللي متصوره للعالم، ولا انتوا النهارده في حاجه ملحه ان تعرفوا الحكومه هتعمل ايه في اللي بيحصل؟ والله حضرتك اقول حاجه، هي كان في دايما، حتى هتلاقيه على السوشيال ميديا بتاع، انه في رايين، العمليه في مبالغه فيها في الرعب، واحنا لا نبالغ قوي ولا احنا نهون منها، بس احنا من الاطمئنان للخطر فجاه. لا، انت ما محتاجش خطر، انت الدوله بتعمل احتياطياتها، ده ما يعتبرش خطر. انا لما اقول وقف المدارس مش معناه انه عندي وباء في المدارس، لا، انا عايز ما انشرش هذا الوباء قدر الامكان. ولك ازاي حتى رئيس الوزراء قال، انا يا جماعه انا موقف المدارس مش عشان تزولوا تتفسحوا، هو الغرض منها ان احنا نقلل قدر الامكان الاماكن العامه واللقاءات في الاماكن العامه والاماكن اللي هي يعني مقفوله وممكن يكون فيها انما حضرت وقف العالم، لا، ما هو الدنيا شغاله، في اوروبا شغاله، قفلوا المطاعم انما الاوبن اير مفتوح مثلا، الاماكن مفتوحه، الناس بتمشي في الشوارع، الناس بتروح المحلات تشتري الاغذيه وبتشتري الصيدليات، ما دي كمان اماكن. هنا بقى في دايما في كل الاحداث الايجابيه او السلبيه اللي بتحصل في مصر بيكون في مستغلين للاحداث. النهارده بنشوف ان في سلوك عشوائي من المواطنين، عندهم شعور ان مش هيبقى في منتجات غذائيه في سلاسل السوبر ماركت. مين اللي بيروج ده، ومين اللي بيشيع ان في خطر هيحصل عشان يبقى في سلوك عشوائي من بعض المواطنين فيستغلوا بعض التجار؟ وهل حضرتك شايف النهارده ان فعلا الازمه اللي بتحصل في الصين بقى ليها تاثير وصل لاستهلاكاتنا من المنتجات الغذائيه او حتى اي منتجات؟ حاجه دي طبيعه بشريه، اي واحد بيحس بخطر بيحاول ان هو يعني ياخد كل احتياطياته. ففي طبعا في منها، كان في الاول كان حاجات معموله عن قصد من اخواننا المسلمين، والناس دول كانوا بيروجوا لهذه الاشاعات، وفي جزء منها لا بيطلع من الشخص كشخص بينشر ويقول يكتب، في ناس بتتسلى على السوشيال ميديا، ممكن مش بغرضها هو لا سمح الله الاضرار، ولكن وجهه نظر، في ناس بتخاف اكتر من ناس، في ناس اشجع من ناس. عايز اقول لحضرتك انه طبيعي انه يحصل نوع من انواع الاستغلال. يعني النهارده احنا عندنا نوعين من الصناعات، صناعه تضررت وصناعه ازدهرت. انت عند حضرتك مثلا صناعات الادويه والصيدليات الغذائيه، الصناعات دي ظهرت وعملت فلوس، وعندك صناعات اخرى حصل فيها خلل سيشن، زي ما قلت لحضرتك من شويه، السياحه والفنادق والمطاعم والضيافه، وان شاء الله يعني ما توصلش للمصانع كمصانع وصناعة الانتاج. فدي طبيعي حضرتك، طبيعه بشريه، وفي جميع انحاء العالم حصل. طيب هنا بيكون في دور لمؤسسات المجتمع المدني زي مجلس الاعمال المصري الكندي، زي اتحاد الصناعات، زي اتحاد الغرف التجاريه، بيكون في دور لرجال الاعمال للتوعيه، رجال الاعمال بقى اللي ممكن يكون عندهم عدم رؤيه واضحه للي بيحصل. حضرتك ده السبب اللي احنا خلينا نعمل اللقاء النهارده، ان احنا لا يمكن احنا نوقف الرساله بتاعتنا، هنستمر بيها، ناخد احتياطاتنا، ناخد بالنا. نظام الصحه العالميه بتقول لك العمليه ما بتجيش بانك تقعد، العمليه انك انت خلي بالك من السلامات، من الـ البوس، الاحضان، الناس اللي ما بتشوف بعضها وبتسلم على بعضها، الكلام ده كله هو اللي بينقل العدوى اذا كان في عدوى. انما احنا حاطين بريكوشنز الناس بره، انه احنا بنخش بنستمع ونروح زي اي مكان تاني، زي ما بتروح تقعدي في المكتب، زي ما بتقعدي في المواصلات، زي ما بتقعدي في اي مكان انت عرضه لهذا الكلام. وبعدين يعني احنا من وجهه نظرنا برضو ان احنا في مبالغه في 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 الخوف من هذا المرض. احنا شايفين انه ده انفلونزا
85% من الناس بيشفوا منها، وفي ناس بتجيهم الكورونا وبتروح منهم وما بيكونش عارفين. هل ده ممكن ياخدنا لفكرة ان دي مؤامرة سياسية كبيرة نتيجة الحرب ما بين الصين وامريكا؟ لا 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 مؤامرة سياسية، لا ما هيش مؤامرة سياسية، انما من واجب الاحتياطي على كل الحكومات انها تقوم باقصى ما يمكن عمله للحد من هذا الانتشار، ده واجب. سواء هم شايفة انه اذا كان الخطر 4% هم لازم ياخدوا بالهم انه يعملوا حسابهم على 5% و6%، اخبرك ازاي؟ ده دور الدولة عشان ما يحصلش انه يقولوا احنا قصرنا. هل في حملات اعلامية شرسة بتقود العالم للتهويل من هذا الفيروس؟ حضرتك في يعني في مثل بيقولك في اعلام حاجة اعلامية يعني انه bad news is good news. ازاي؟ يعني انت لا يمكن تروجي وتكتبي في الجرايد الا لو كان في باد نيوز، لو في جود نيوز ما حدش هيقرا. صحيح. فبالتالي دي فرصه تفتح النهارده اذاعات العالم كلها، والشوارع فاضيه في فيينا، شوارع فاضيه في سوريا، طب خلاص فاضيه، فاهمين؟ اوكي. ليه كل قاعدين من اعاده ومن قاعدين من عيد الكلام ده كله؟ ما انت كل ما تقعد عيد الكلام ده كله ما انت بتخوف الناس اكتر. طب هل في بقى مستفيدين من اللي بيحصل ده؟ يعني احنا بنشوف ان في تصريحات امريكيه ان البترول سعره بينخفض، فامريكا قررت ان هي هتستحوذ على احتياطي كبير في ظل انخفاض هذه الاسعار، شايفين ان الصين بتطرح انها ممكن تشتري اسهمها او اسهم الشركات الامريكيه اللي موجوده في الصين، يعني مين المستفيد؟ حضرتك كل ليه دايما اعتبرنا بيبقى في مشكلة حضرتك بقالية. ليه اعتبرنا انه في مستفيد؟ ليه احنا ما اعتبرش النظريه السيمبل السهله اللي كل الناس ماشيه عليها انه العمليه ده وباء وحصل وانتشر في العالم كله، ليه لازم يكون في الصين عملته عشان تستغل كذا وامريكا عملته عشان قالوا في الاول ده امريكا اللي نشرته في الصين عشان تقضي على اقتصاد الصين. امريكا النهارده يعني فيها حجم الوباء فيها يعني كبير للغايه. نفس الكلام ايران قالت نفس القصه، طلع وزير الصحه الايراني من كام يوم قال لك لا دي ما هياش لا حرب كيميائيه، ده وباء موجود عادي في كل. فليه احنا دايما نفترض نظريه المؤامره؟ يعني وباء حصل في اي مكان وحصل على مدى ال 200 300 سنه اللي فاتوا، الانفلونزا الاسباني قضت على 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 ملايين في اوروبا في القرن الماضي، القرن قبل الماضي. طيب هل الوباء والفيروس اللي حجمه صغير جدا واللي زي ما بنقوله جنن العالم، يعني وكل محطات العالم الفضائيه والمرئيه وحتى الاذاعات والصحف والمواقع الالكترونيه بتتكلم عن هذا الفيروس اللي حجمه يعني لا يرى بالعين المجرده، ده بقى هد منظومة العالم الإلكترونية؟ وإحنا بنتكلم على ذكاء اصطناعي، بنتكلم على شمول مالي، بنتكلم على تحول رقمي، بنتكلم على تكنولوجيا علمية فنية دقيقة جدا، كلها أصبحت عاجزة أمام فيروس لا يرى بالعين المجردة. يعني إحنا ده بيحطنا في مشكلة اقتصادية، إن إحنا يعني اقتصاد العالم كله لا يستطيع مواجهة هذا الفيروس. والله حضرتك يعني مستر جيتس بتاع مايكروسوفت قال لك من فتره صغيره انه احنا صرفنا جامد جدا على الاسلحه، على التطور السوشيال ميديا، على في جميعنا، ولم نستثمر في اهم حاجه موجوده هي الريسيرش والابحاث في المجالات الطبيه، لان احنا عندنا اليوم بعد يوم بيطلع لنا ميكروبات اكثر تطورا واكثر شراسه واكثر قدره على الايذاء. فاحنا يمكن ده يدينا درس او يعني يدي الدول المتقدمه في مجال البحوث والطبيه انه لازم نستثمر اكثر في هذا المجال ونستثمر فيه، لانه هو ده المستقبل بتاعنا. ادينا شفنا زي ما حضرتك قلتي، فيروس وقف كل اللي احنا بنعمله، وقف كل حاجه في الدنيا، الصناعه والتجاره وهدم البورصه وهدم كل حاجه. فاظن دي هتبقى ان شاء الله يعني درس لينا ان احنا يجب أن نأخذ بالنا من هذا المجال ولازم نستثمر فيه أكتر، ويكون الحكومات بتدي دعم في هذا المجال. النهاردة مع وزيرة التجارة والصناعة هتسمعوا ولا هتشاركوا في وضع خطة لمساندة الصناعة المصرية بشكل عام، ولا لكم مطالب محددة علشان الصناعة لا تنهار في ظل هذه الفيروسات والأزمات العالمية، خاصة وإن احنا كمان عندنا مشاكل، يعني في مصانع متعثرة، في مبادرات لإنقاذ الصناعة الوطنية، كل ده بيحصل في ظل فيروس مش قادرين نحدد معالمه ولا قادرين إن احنا نعالجه. هل النهاردة حضرتك هتقيم ولا هتشارك ولا هيكون عندكم خطة اوريدي بالفعل هتطرحوها على وزارة التجارة والصناعة؟
احنا هنسيب حضرتك تلتقي بوزيرة التجارة والصناعة وتدير الندوة ونرجع لحضرتك بعد انتهاء الندوة زي ما تعودنا تقول لنا حضرتك اقتنعت بخطة وزارة التجارة والصناعة وهيكون دور المجلس ومجتمع الأعمال المصري في المرحلة اللي جاية لمساندة الدولة المصرية والصناعة المصرية ايه، وهل حضرتك هتبقى راضي عن أداء وزارة التجارة والصناعة بعد انتهاء الندوة. شكرا جزيلا. شكرا يا مدام. ما زلنا مستمرين في تغطية جلسة مجلس الأعمال المصري الكندي مع وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع، وبيدير الجلسة النهاردة كمان الدكتور شريف الجبلي. دكتور شريف، أهم الملفات النهاردة اللي بتشغل المجتمع الصناعي والتجاري في مصر واللي هيتم مناقشتها مع الوزيرة نيفين جامع؟ طبعا من أهم الحاجات طبعا ان كان ذكر في وسائل الاعلام من كام يوم كده ان في برامج تحفيزيه هتنزل للصناعه في الفتره القادمه، فعاوزين نعرف عنها. طبعا دي مهمه جدا، لان طبعا زي ما احنا عارفين اهميه الصناعه في الاقتصاد المصري، بتمثل 18% من الدخل القومي، ومفروض ان شاء الله نصل بيها ل 25% و 30% من الدخل القومي. فطبعا عاوزين نعرف ايه هذه الحوافز اللي هتيجي في الفتره القادمه بالنسبه لقطاع الصناعه بالذات. طبعا موضوع كورونا اللي هو موضوع الحدث الان، يعني ده وتاثيره على الصناعه المصريه ومحتف برضه. هل هو بالفعل وصل لمرحله انه اثر على الصناعه المصريه ولا لسه ما زال التاثير؟ لا يعني ابتدى لسه، ما فيش حاجه واضحه، يعني ما اقدرش اقول لك ان في حاجه سلبيه او ايجابيه بشكل كبير حاليا، يعني لسه اعتقد هتبان خلال الكام اسبوع الجايين. يعني الجزء الثاني في مكونات بتيجي كانت من دول بتبقى داخله في الصناعه المصريه، مكونات الصناعه الهندسيه في صناعه الدواء، بتيجي المكونات دي بتيجي من بره. ماذا بقى اللي حدث الفتره الاخيره؟ والصين كانت جزء كبير من مواردي هذه المكونات يعني. فهل حاليا هذه الصناعات اتاثرت؟ هيبان خلال برضه يعني خلال الشهر الشهرين الجايين هيبان حاجات كتير في الحته دي يعني. في الموضوع ده بالنسبه وزيرة التجارة المصرية. والصناعة التقت في أول أيام ليها في وزارة التجارة والصناعة مع أعضاء اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية. أهمية الحوار ما بين مجتمع الأعمال والمجتمع الصناعي مع الوزير المسؤول، هل النهاردة المعلومات اللي المفترض هتعلنها وزارة الصناعة هي معلومات حية وحقيقية شارك في وضعها المجتمع الصناعي ومجتمع الأعمال، وأهمية الحوار بشكل عام؟ لا، اهميه الحوار بشكل عام ده اساسي النهارده، يعني مجتمع الاعمال ده محتاج يبقى فيه تواصل بينه وبين الحكومه، ووزاره الصناعه طبعا التجاره هي من اهم الجهات اللي بيتعامل بيها القطاع الخاص المصري يعني. فالحقيقه الوزيره خدت مبادره اجتمعت مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف، ودي مبادره جيده جدا، لان كان بقى لنا فتره الحقيقه طويله مفيش تواصل كما يجب بين
وزاره التجاره والصناعه وبين مجتمع الاعمال، فدي تعتبر بادره جيده جدا، واكيد نتائجها هتبقى ايجابيه الفتره الجايه. بوضع حضرتك كرئيس لغرفه الصناعات الكيماويه، واحنا عندنا من الصناعات اللي بتصدر بشكل كبير هي الصناعات الكيماويه في مصر، هل اتاثرت وملف دعم الصادرات او رد الاعباء هل تم مناقشته، خاصه لان كان في اجتماع اكتر من مره مع رئيس الوزراء بشان هذا الملف؟ بص حضرتك طبعا عشان انا مش في مجلس التصدير بتاع الكيماويات فما اقدرش ادي تفاصيل بالظبط، بس اللي اعرفه ان حضرتك مصدر، انا كمصدر كالصناعه بتاعتي انا بالذات ما باخدش دعم او مسانده تصديريه، دي ضمن المنتجات اللي خارج المسانده التصديريه، انما اعتقد ان بعض الزملاء اللي بيشتغلوا في قطاعات اخرى بتاخد مسانده تصديريه في تقدم في هذا الملف، يعني في تقدم واضح، يعني دفع على اساس ان بيتم التعامل مع المسانده التصديريه جزء نقدي وجزء مثلا تسويه ضرائب وجزء شراء اراضي صناعيه او قسط اراضي صناعيه او جزء استثماري، ان المبلغ ده يتحط مبلغ زيه في اقيم استثمارات جديده على مدى 5 سنين، يعني في تحرك جيد جدا في مرحله الحقيقه الحاليه. يعني الاعباء اللي على الصناعه الوطنيه والصناعه المحليه بشكل عام وفيما يخص سعر الغاز للمصانع، اللي في اكتر من مطلب لرجال الصناعه اللي موجودين في مصر بتخفيض سعر الغاز على المصانع، هل النهارده حضرتك هتناقشه وهتفتح الملف ده مع وزيره الصناعه؟ اكيد هنطرحه عليها، لان ده اصبح مطلب على مستوى قطاع الصناعه عامه النهارده، خاصة أسعار الغاز في العالم فيها في انخفاض مستمر خلال الأسبوعين الأخرانيين، وأنت عشان تنافس النهاردة والغاز بيعتبر مادة خام في كثير من الصناعات، فيجب أن تواكب هذا التطور في سعر الغاز العالمي. يعني أهم تحدي وأهم طلب الدكتور شريف الجبلي هيطلبه من وزيرة الصناعة والتجارة الدكتورة أو الأستاذة نيفين جامع، حضرتك هتطلب إيه وإيه التحدي اللي يجب حله بشكل سريع؟ كرئيس غرفة صناعة الكيماوية مثلا أهم شيء بالنسبة لي هو حضرتك طرحتيه سعر الغاز مثلا، لأن ده بدون لأن ده لو اتحرك هيقدر يحرك صناعات كثيرة جدا معه في المرحلة القادمة. الحاجات الثانية اللي هي المساندة التصديرية طبعا وتحفيزها وتحريكها بصورة إيجابية ومستمرة طبعا هيبقى مهم جدا في المرحلة القادمة. إعطاء ميزات للمصدرين لأفريقيا الفترة الجاية وتشجيع التصدير لأفريقيا برضه ملف مهم جدا، وأصوات الوزير مهتمة جدا بهذا الموضوع. يعني دي من الأمور أعتقد الأساسية الموجودة في المرحلة الحالية. يعني تقييمك لأداء وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الحالية واللي بتتولى الأستاذة نيفين جامع حقيبة وزارتها حاليا، حضرتك شايفها أنها اختلفت الطريقة؟ يعني ألخصك الموضوع أن في نظرة تفاؤلية كبيرة جدا من مجتمع الصناعة أما السيدة نيفين نافع تولت وزارة التجارة والصناعة، في نظرة تفاؤلية مهم يعني دي موجودة على مستوى قطاع الصناعة، ونتمنى انها تستمر ان شاء الله. واحنا بنتمنى انها تستمر هذه النظرة التفاؤلية بعد اجتماعكم النهاردة مع الوزيرة نيفين جامع. بشكرك دكتور شريف على وجودك معانا. شكرا يا فندم. وان شاء الله تكون معانا في القريب العاجل في حلقة. بإذن الله يا فندم. شكرا. هذه الأحداث الاقتصادية العالمية يجب أو ينبغي أن يكون للتمثيل التجاري المصري دور مختلف، هل التمثيل التجاري المصري لديه خطة للتعامل مع هذه الأزمات العالمية والأحداث الاقتصادية المحلية؟ خلينا نعرف ده من الأستاذ أحمد عنتر رئيس التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة. أهلا بحضرتك معانا. أهلا بحضرتك. أجندة وخطة التمثيل التجاري هل هتختلف في ظل هذه الأحداث العالمية ومطالب الصناعة الوطنية وكمان التحديات اللي بتواجه الاقتصاد العالمي؟ طبعا، يعني في البداية أحب أقول أنه كان أن التأثيرات الدولية لمرض كورونا والإجراءات الاحترازية اللي تم فرضها دي أدت للأسف الشديد إلى تباطؤ إلى حد ما في الخطة بتاعتنا اللي كانت قائمة قبل
ظهور هذا المرض لتعويض النقص في التوريد الدولي لما يقال انه الحرب التجارية بين الصين وامريكا وهكذا. دلوقتي في تباطؤ، بس احنا عملنا من حوالي اسبوع انشأنا لجنة ادارة ازمات خاصة بهذا المرض وازاي مرض كورونا والاجراءات اللي زي ما قلت الاجراءات الاحترازية اللي عديد من الدول العالم اتخذتها على اساس ان احنا نقدر نعوض اي نقص او يعني هيحتاج اليه من بعض الاسواق اللي استهدفت او اصيبت يعني بهذا المرض، زي الاسواق زي السوق الصيني زي كوريا زي اليابان وهكذا. هل في اسواق بديله نقدر نقول انها ممكن تتعامل مع الاقتصاد المصري وتقلل الضرر اللي هينتج عن الازمه الاقتصاديه اللي بتحصل في الصين؟ طبعا احنا مستهدفين بالاساس طبعا الاسواق الافريقيه، اسواق الدول العربيه دي كانت بالاساس بتستورد بكميات كبيره جدا وقيم كبيره من السوق الصيني ومن دول شرق اسيا وجنوب شرق اسيا. عايزين نقدر نعوض بعض هذه الاسواق. الاتحاد الاوروبي بننظر اليه باهتمام شديد جدا لانه في بعض الدول ايضا ابتدت تاخد اجراءات احترازيه شديده بحيث انه ما فيش يعني بعض المصانع ممكن تتوقف وما الى ذلك. يعني لما بنتكلم على التمثيل التجاري احنا دايما بيرتبط بذهننا ان التمثيل التجاري هو الفرص للتصدير او عمل شراكات او جذب استثمارات اجنبيه لصناعه وطنيه المفترض انها تكون موجوده على ارض مصر. هل النهارده التمثيل التجاري في ظل هذه التحديات وفي ظل اتجاه الدوله لدعم الصناعه الوطنيه عنده رؤيه مختلفه؟ وبين قوسين الصادرات المصريه. التمثيل التجاري بيعتني وبيهتم بكل وبيعمل على كل الاجنده الاقتصاديه المصريه وما تحويه من دعم للصناعه، من تنميه للصادرات، من وترويج المنتجات المصريه، ترويج الاقتصاد المصري، جذب الاستثمارات الاجنبيه، محاوله حل مشاكل اللي بتنشا بين الشركات عند التجاره الدوليه، كل هذا من اختصاص التمثيل التجاري ومن صميم عمله. هل في تحديات بتواجه التمثيل التجاري وبالتالي بتواجه الصادرات المصريه يجب انها يتم وضعها في خطه الحكومه الحاليه؟ تحديات طبيعيه في هذه الظروف، انه هي ليست تحديات مرتبطه بالصناعه المصريه وانما هي تحديات مرتبطه بالظروف الدوليه في ظل انه العديد من الدول أصبحت بتشتغل من البيت، العديد من الدول أغلقت مطاراتها. دولة كبيرة زي إيطاليا مستقبلة للعديد من الصادرات المصرية أصابها فيروس كورونا بطريقة غير مسبوقة. هي دي التحديات اللي بتواجهنا في مثل هذه الظروف اللي هو البان الدولي على المرض. اليوم حضرتك بتلتقي بعدد لا يستهان به من رجال الأعمال ورجال الصناعة الأعضاء في مجلس الأعمال المصري الكندي، النهاردة التمثيل التجاري جاي يطرح عليهم إيه؟ إزاي هيتم الاستفادة من مبادرات الدولة لدعم الصناعة الوطنية؟ هو مفيش طرح النهاردة على رجال الأعمال، بس الطرح بصفة عامة على رجال الأعمال بيكون من خلال الدراسات اللي بيجريها التمثيل التجاري لتعويض الفرص الضايعه على من جهات اخرى. يعني احنا عملنا قبل كده عده ندوات في التمثيل التجاري، ندوه لكيفيه الاستفاده مثلا من نظام الجي اس بي الامريكي، وهو نظام بيقدر المصدر المصري يصدر في اطاره بدون رسوم جمركيه للولايات المتحده الامريكيه. بننظم ندوات اخرى عن كيفيه، وبعتنا دراسات سوق عن المنتجات اللي ممكن يتم تصديرها لكل من اسواق الولايات المتحده والصين على نتيجه الحرب التجاريه اللي كانت دايره بينهم. الكلام ده كان على مدار عده شهور سابقه. زي ما بقول لحضرتك احنا من حوالي اسبوع انشانا وحده اداره ازمات علشان نشوف الفرص اللي ممكن نطلع بيها من فيروس كورونا. في فرص امام الاقتصاد المصري في ظل التقارير الدوليه اللي بتقول ان احنا اقتصادنا بيتعافى في التقارير الدوليه، لكن على ارض الواقع المواطن مش حاسس ان في فرص؟
يعني بالنسبه للصناعه طبعا طبعا في بعض الصناعات تم احلالها في مصر بدل من الاستيراد، وده ممكن يكون فرصه حتى في الفتره اللي جايه انه ممكن يكون عندنا الاستيراد علشان الازمه الحاليه هيضعف شويه، ممكن ان انا كصناعه اعوض هذه العمليات الاستيراديه. المواطن اكيد حاسس بالنهضه اللي موجوده في البلد من ناحيه البنية التحتية الغير مسبوقة، ودي لها تأثير إيجابي أيضا على الصادرات، لها تأثير إيجابي جدا على جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر. تتوقع أن المستقبل هيكون إيجابي تجاه الصناعة الوطنية؟ إن شاء الله بعد كل اللي اتعمل ده هيكون مستقبل إيجابي، لأنه لما حضرتك بتقولي لي أن المواطن مش حاسس، ممكن يكون مش حاسس النهاردة، يعني هو شايف أنه في نهضة في بنية تحتية لكن لسه ما حسش بيها، لسه ما حسش بان الاستثمارات ما جاتش بالظبط، لسه الاستثمارات المتوقعة ما جاتش بالكامل، وعلى هذا الاساس ممكن يكون لسه ما حسش بيها. ان شاء الله بشكرك على وجودك معنا النهارده وعلى وجودك في مجلس الاعمال المصري. شكرا جزيلا. هذا البرنامج برعاية نهارنا أبيض وريحة الصبح بتشاور وبتصبر، أحلى حاجة في أي حاجة هي أولها الفاكهة حلوة بس اللي أحلى جريدة الشورى تواصل التألق والإبداع في العدد الجديد، ومحمد فودة يكتب الجيش الأبيض في مواجهة كورونا، تحرير محمود الشويخ، رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب محمد فودة. هذا البرنامج برعاية لا شك أن ما تم إعلانه عن خسائر الاقتصاد العالمي خلال الأيام الماضية يدعو الكثير للتشاؤم ويثير القلق ويزيد من أعباء متخذ القرار لاحتواء أثار وتداعيات هذه الأزمة الطارئة، ولكن وسط هذه الحالة التي تخيم على الأسواق تحضرني مقولة شهيرة لرئيس وزراء بريطانيا السابق وينستون تشرشل: المتشائم يرى الصعوبة في كل فرصة، والمتفائل يرى الفرص
في كل صعوبة. فمن الممكن أن تكون هذه الأزمة التي ضربت كل أسواق العالم فرصة ذهبية لبداية أخرى جديدة، أو نقطة انطلاق للصناعة المصرية من خلال خطط سريعة لدعم وتحفيز المنتج المحلي والتوسع في الصناعات المغذية وتوطين العديد من الصناعات الهامة التي نمتلك مزايا تنافسية فيها. أيها السادة الحضور، لا يخفي على أحد أن ملفات الصناعة والتجارة عانت على مر العقود الماضية من تحديات هائلة وأزمات طاحنة بسبب غياب الرؤية وعدم وجود استراتيجية محددة المعالم للارتقاء بمستوى الصناعة، ونتيجة أننا تأخرنا كثيرا في هذا السباق، واكتظت أسواقنا بمنتجات دول أخرى، كما قد فقد الكثير من صناعاتنا العريقة القدرة على المنافسة، بل وتحولت إلى عبء على كامل الدولة بدل من أن تكون داعمة للاقتصاد. أيها السادة الحضور، من هذا المنطلق حرصنا على استضافة معالي الوزيرة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وأول سيدة تتولى حقيبة الصناعة، ونشكرها على بيت الدعوة رغم مشاغلها الكثيرة لتشاركنا الحوار وتحدثنا عن أهم التحديات الراهنة وخططها لتجاوز تداعياتها. ضيفتنا تمتلك سجل حافل من الخبرات والإنجازات تمتد لأكثر من 30 عاما، تخرجت من كلية التجارة جامعة القاهرة عام 84، وتقلدت خلال رحلتها العملية العديد من المناصب القيادية المتخصصة، وفي عام 2013 تولت رئاسة القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة بالصندوق الاجتماعي، وساهمت في صياغة استراتيجية لتمويل المشروعات الصغيرة، وفي نوفمبر 2016 تم اختيارها لتكون أول أمين عام للصندوق الاجتماعي للتنمية من داخل المؤسسة، كما تقلدت منصب أول رئيس تنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيات الصغر، وقامت بالاشتراك في صياغة قانون وتطوير الاستراتيجية القومية للمشروعات الصغيرة، كما تم اختيارها عن مصر في قائمة فوربس أكثر القيادات تأثيرا في الحكومة، كما تم ترشيحها عدة مرات كأحد أهم الشخصيات النسائية تأثيرا في الاقتصاد الوطني والعربي، وقد أسند إليها حقيبة الصناعة والتجارة في 22 ديسمبر عام 2019. أنا لا أخفي على حضراتكم، لما توليت وزارة التجارة والصناعة كنت أعلم إلى حد ما بكم التحديات التي يواجهها هذا الملف، ولكن وجدت التحديات كثيرة والملفات كثيرة، وفي نفس الوقت قد ما في تحديات وفي ملفات كتير في فرص نجاح كتيرة جدا جدا جدا، وهذه الفرص ناتجة أن هذا القطاع لديها البنية الأساسية الصحيحة، وهي رجال الأعمال والمستثمرين، سواء صغيرين سواء كبار، سواء على مستوى دولي على مستوى محلي، سواء على مشروعات صغيرة، سواء على مجال التصدير، سواء سيدات ورجال ومستثمرات. أنا بعتبر هم دول الزراعة الحقيقية لنجاح أي صناعة وتجارة في مصر، هم دول الأساس. لولاهم إحنا كحكومة، أنا مهما هحط من قواعد وححط من لوائح وححط من تيسيرات وهعمل دعم، بدون هذا الجناح أو الزراع الرئيسي إحنا مش هنقدر نحقق التنمية المطلوبة عندنا. مجرد ما توليت حرصت أن أنا أتواصل مع جميع الفئات، رجال الأعمال، اتحاد المستثمرين، اتحاد المستثمرات، السادة أعضاء مجلس النواب نسمع رؤيتهم، اتحاد الصناعات، اتحاد الغرف التجارية، ولا أخفي عليكم كمان الهيئات التابعة للوزارة، لأن وزارة الصناعة تتبعها رئيس هيئة وجهاز، وكلها هيئات وأجهزة خدمية من المفترض أنها بتقدم الخدمات للتجارة والصناعة، سواء فيما يخص تخصيص أراضي، تنمية صناعية، دعم الصادرات، تهيئة بيئة، مواصفات وجودة، تعليم فني، هناك الكثير والكثير من هذه الهيئات والجهات التابعة للوزارة اللي هي أساس عملها هي خدمة رجل الصناعة والتجارة، ولا أقصد برجل الصناعة والتجارة رجل أو سيدة، يعني المستثمر بشكل عام. كبداية حديث يعني بقول لحضرتك أن مجتمع الصناعة والأعمال يعني مستبشر خيرا بوجود حضرتك يعني توليك هذا المنصب الهام، لان الحقيقه فتره طويله الموضوع ده ما كانش فيه تواصل ما بين هذا المجتمع وبين الوزاره، والوزاره دي تعتبر اساسيه جدا لهذا المجتمع.
الصناعة والتجارة. فوجود حضرتك ونشاط حضرتك أضفتيه أو ظهر في أداء حضرتك يعني منك في المجتمع، شايفين ان شاء الله هيجي نتائج جيده جدا من هذا الموضوع، ودي اوريدي بادره ايجابيه، ودي بتساعد بعد كده على ان هذا المجتمع يتواصل مع حضرتك. حضرتك زي ما قلتي قعدتي مع اتحاد الصناعات، مع اتحاد الغرف، مع جمعيات المستثمرين، النهارده قعدتي مع المديرين التنفيذيين بتاع مجالس التصدير. محمد حدش عمره هيقعد مع المديرين التنفيذيين، ده موضوع مهم لان حضرتك بتعرفي اصل الموضوع، بتعرفي ايه بالظبط اللي بيحصل في المجالس التصديريه، التغييرات الاداريه حضرتك عندك في الوزاره لسه كمان ده موضوع برضو واضح ان فيه، وده على فكره تغيير مهم جدا، ان بيجي حد جديد بيعاوز يثبت نفسه وعاوز يوري دماء جديده، فطبعا ده بيبقى فيه ايجابيات كتير يعني الحقيقه في الموضوع ده. يعني ضيفه حلقتنا النهارده امراه قويه بكل المقاييس بلا منازع، دينامو المجموعة الاقتصادية، رائدة تمويل المشروعات الصغيرة، سيدة المهام الصعبة وإدارية ناجحة بامتياز. بكل تأكيد هي أول رئيسة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتاني سيدة في مصر تشغل منصب وزيرة التجارة والصناعة. بكل تأكيد احنا معانا النهاردة الأستاذة نيفين جامع، أهلا بيكي معانا وكل سنة وحضرتك طيبة. أهلا بيكي ومتشكرة على التقدمة الحلوة دي. من تنمية المشروعات الصغيرة لحقيبة وزارة التجارة والصناعة، المسؤولية اختلفت ولا المسؤولية بقت أصعب؟ لا هي ما اختلفتش، ومش هقولك أصعب، هي أصعب كتير. وإن كان ملف المشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر ملف تقريبا ملامس لملف الصناعة والتجارة، ولكن في فرق بين إن هو ملامس وفي فرق بين تحديات فعلا ملف الصناعة والتجارة. ملف فعلا تحدياته كتير، ملفاته كتير، لأن هو الأساس في التنمية بشكل عام، هو ملف اقتصادي بحت سواء من خلال محور الصناعة أو محور التجارة. التنسيق ما بينهم هيتم إزاي؟ لا هو التنسيق ما بينهم هو لازم يتم الملفين. ملف الصناعة ده فيه أكتر من محور، فيه ملف المصانع المتعثرة، فيه ملف تعميق المنتج المحلي، فيه ملف الأراضي الصناعية والرخص الصناعية، فيه ملف الصناعات المجمعات الصناعية الجديدة. لو أنا بتكلم على الصناعة بشكل عام، تعالي على الشق الآخر التجارة، ملف دعم الصادرات وزيادة الصادرات والحد من الواردات، فتح أسواق خارجية، كلها ملفات تجارية تقيلة وأزمات. يعني مش عايزة أقول أزمات لأن الأزمة هي اللي بيبقى كلهاش حل، ولكن هي ملفات فيها تحديات. من المفترض ان انا من ساعة ما توليت الحمد لله قدرت ان انا افتح هذه الملفات، وان احنا نبتدي نرصد هذه التحديات، ودي اهم حاجة، وانك انت تتواصلي برضو مع مجتمع الاعمال بشكل عام، سواء بقى مستثمرين صغيرين كبار رجال اعمال، اتحاد صناعات، غرف تجارية، وعلى الشق الاخر برضو السادة اعضاء مجلس النواب، لان هم برضو هما اللي محتكين بالمواطن ومحتكين اللي يقدر يوصل لك يعني الصوره بشكل سليم. كل دول من خلال محور الحوار. حضرتك بداتي عملك في الوزاره بالحوار مع مجتمع الاعمال بالزبط. لاول مره منذ سنوات طويله نشوف ان وزير التجاره والصناعه وهنا وزيره التجاره والصناعه بتلتقي باعضاء اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجاريه في اجتماع واحد، اتحاد صناعات واتحاد غرف واتحاد مستثمرين ورجال اعمال وجمعيات ونقابات وكل ما تتخيلي، واي مجموعه ممكن يبقوا متجمعين وعندهم شيء من المشاكل. رحنا هيئه الاستثمار، قعدت مع المستثمرين المترددين على التنميه الصناعيه، هيئه التنميه الصناعيه واللي عندهم بعض المشاكل، اللي هم ليهم بعض المشاكل فيما يخص الصادرات والواردات. لا انا الحمد لله بقدر الامكان حاولت ان انا اتواصل، مكتبي مفتوح، مكتبي مش مقفول قدام اي حد، وانا علشان اقدر اصل لحلول لازم ارصد مشكله او ارصد التحدي.
أرصد التحدي مش مجرد تقرير يتم عرضها عليا، ولكن بالتواصل المباشر معاهم عشان أقدر أصل أحط إيدي فعلا على المشاكل. لما قلنا أن أستاذة نيفين جامع أو الوزيرة نيفين جامع حاليا هي رائدة تمويل مشروعات صغيرة، هل المشكلات اللي بتواجه الصغار المستثمرين في مصر لما حضرتك احتكيتي بالواقع الكبير والمشاكل اللي خاصة برجال الأعمال ورجال الصناعة، وإحنا هنا بنتكلم بقى في المليارات مش المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة، حضرتك لقيت إن المشاكل مختلفة ولا المشاكل واحدة؟ إحنا عايزين رؤية اقتصادية واضحة المعالم اللي بدأناها لما بقى في أول جهاز لتنمية المشروعات الصغيرة. بصي، هي المشاكل في مشاكل متقاطعة يعني متشابهة، ولكن طبعا مشاكل مختلفة، مشاكل مختلفة. موضوع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في وجود الجهاز بقى له حد مسؤول عن هذا القطاع، فحد بيتم التنسيق ما بين التحديات اللي موجودة وما بين أصحاب المشروعات، وإن احنا نحاول نقدم لهم الدعم الكافي سواء فني أو مالي أو تسويقي، فبقى ليهم كيان يقدر ان هو ياخد بايدهم. ده فيما يخص المشروعات الصغيره. الصناعه محتاجه ان فعلا يبقى، مش عايزه اقول وزير صناعه فعلا، وده شرف ليا على فكره وانا سعدت بهذا، وربنا يعين. المجتمع الصناعي كله بصراحه بالنسبه له اختيار حضرتك لهذا المنصب كان يعني نظرة أمل للمستقبل ما كانتش موجودة. ربنا يقدرني وأكون فعلا على قده، إن أنا فعلا أكون من يعاون مجتمع الصناعة والتجارة للنهوض فعلا بهذا المجال فعلا، لأني أنا منذ أن توليت وشرفت بهذا التولي، لأن دي ثقة في القيادة السياسية فيا، أتاح لي فرصة خدمة بلدي بشكل أكبر من مجال المشروعات. فأنا على المستوى الشخصي عايزة أنتهز هذه الفرصة، وإن أنا فعلا أقدر في الفترة اللي يقدر لي تولي هذا الملف إن أنا أحقق فيه كثير من الإنجازات اللي هتعود في الآخر على التنمية الاقتصادية حقيقية للبلد. ملاحظة على مدار تسلسل الوظيفة لحضرتك إن كل مرة بتبدأي كيان تخلقيه ينور تنتقلي إلى مكان آخر، حضرتك بتشوفي ان ده تحدي ولا بتحسي ان مجهود كبير بذلتيه خايفه عليه ان هو اللي يجي بعدك ما يكملوش، وبالتالي النهارده بتكوني قدام تحدي كبير، يعني اقبل ولا ما اقبلش؟ لما تم اختيار حضرتك لمنصب وزيره التجاره والصناعه كنت قلقانه على جهاز تنميه المشروعات الصغيره المولود اللي اتولد على ايدك؟ طبعا مش راضي اقول لك، يعني هقول لك حاجه على قد ما سعدت، لكن كان شاغل بالي الجهاز. انا عشت مع حضرتك يعني الجهاز وهيعمل ايه وهنكمل ازاي، وبعدين تم يعني الاتفاق بشكل مبدئي كده، لاني كنت ابتديت كثير من الاتفاقيات وكثير من البرامج ما كانتش لسه انتهت، منهم القانون كنا ابتدينا في المراحل النهائيه للقانون، ما كانش لسه وصل لمرحله المناقشه في الجلسه العامه، حاليا احنا ناقشنا في الجلسه العامه، فكان في منتصف طريق، فكان نفسي ان انا اكمل ما بداته، لكن طبعا اكيد عندي من الكوادر في الجهاز اللي هيقدروا يكملوا اللي انا ان شاء الله بديته، بس كان نفسي ان انا اتخطى هذه المرحله، وده اللي بصراحه توفر لي ان انا شرفت ان انا بعد ما حلفت اليمين بعديها باسبوع ان صدر لي قرار استمراري كرئيس جهاز، وده بصراحه على المستوى الشخصي اسعدني، وان كان رمى عليا بثقل اكتر، لاني طبعا بجمع ما بين الوظيفتين وبحاول بقدر الامكان برضو ان انا اتواجد، وانا مش مجرد مشرف، انا رئيس تنفيذي، فانا بقوم بالشغل الفعلي. ورئيس تنفيذي قوي وفعال وايده مش مرتعشه. الحمد لله. وده كان اول تصريح لحضرتك لما توليتي منصب وزارة التجارة والصناعة، وكان اول مؤتمر صحفي للوزيرة انا ايدي مش مرتعشة وما عنديش اي خلاف مع اي وزير ومش هدخل في خلاف مع اي وزير. بصي هقولك حاجة، انا هقولك حاجة، عشان دايما اللي متعرف عليه مفيش حد بينجح لوحده، انا ماسكة ملف مش ملف سهل، وانا عشان انجح وملف متقاطع مع وزارات كتير، مفيش وزارة احنا ملناش شغل فيها، فانا لو ما تعاملتش مع زمايلي من الوزراء علشان نحقق الهدف، هو مفيش لا مجال
لا يعني ما يعني ما فيش اي مجال غير للتعاون، لان احنا المفروض انا مصلحتي وهو مصلحة الوزير الاخر، هو احنا مصلحتنا في الاخر النجاح. مش هننجح الا لما نتعاون ونتفق. فانا مش عايزة يبقى ليا خالص نهائي اي يعني مش هقول لك اي تلامس مع اي وزير الا في المصلحة العامة. في إطار خطة الدولة الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، اتخذت شركة جو باص لنقل الركاب كافة الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار الفيروس بشن حملات تطهير وتعقيم عبر فرق متخصصة لهذا الغرض، بهدف تأمين أتوبيسات وصالات سفر المواطنين لمحافظات الجمهورية، لتكون بذلك أول الشركات المبادرة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الفيروس. وشركة جو باص هي شركة مساهمة مصرية تعمل في مجال النقل العام تحت إشراف وزارة النقل منذ عام 1998، وهي أول شركة قطاع خاص تعمل في مجال النقل العام على توفير خدمات نقل موثوقة للركاب في أي وقت وأي مكان عبر 40 فرعا لخدمة أكبر عدد من المسافرين. شملت الإجراءات توعية الركاب وتفعيل الحجز الإلكتروني لتذاكر السفر مع إمكانية تعديل المواعيد أونلاين تجنباً للزحام الذي تشهده صالات السفر قبل كل رحلة، إلى جانب سداد قيمة التذاكر أيضاً من أي مكان يختارونه، سواء الدفع في مكان حجز جو باص أو الدفع أونلاين عن طريق الفيزا أو الماستر كارد أو عن طريق فرع فوري وفرع أمان وفرع مصاري وفرع بي في أي وقت من اليوم على مدار 24 ساعة. وضمت الإجراءات التي اتخذتها جو باص أيضا تطهير وتعقيم أتوبيسات نقل المواطنين قبل وبعد كل رحلة، ضمانا لإبقاء الأسطح والكراسي نظيفة وخالية من احتمالات نقل العدوى. كما شملت الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا تعقيم وتطهير العاملين بالشركة وخدمة العملاء بارتدائهم القفازات والأقنعة الطبية بشكل دوري، حفاظا على حياة كل من طاقم العمل وكذلك الركاب. حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.